الله يداركم. والله هذا عهدكم بها ولكن هي مفتوحة دائمة لكم. أنتم لأهل الدار الحمد لله يا رب. الله يا ربي يسركم الأمور. آمين آمين يا رب. ويجعلكم في ضمانة الشيخ ضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الظاهر وفي الباطن إن شاء الله يا رب. الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. كل ما كنتم تتحركون فيه رزقكم في البركة والتيسير بشهر رسول الله. آمين صلى الله عليه وسلم. الله هذا صالح كبير الحمد لله على لقائكم بخير الحمد لله. نيابة عن سيدنا وعلى أهل الدار الحمد لله هو زحج الحمد لله أحسن الحمد لله. والله الحمد لله الحمد لله فتبارك الله خف جيدا والله. أعطاه طبيب رانديفو على 10 أيام لكن الحمد لله خرج كل شيء. قلنا له إنه باستراحة قليلا هناك لابد من الضحك ليس كالمرة الماضية.